نعم يعني اعتقد بدايه انه الاداره الجديده لبايدن لديها توجه حقيقه ان تعود الى اول شيء الملف السوري، خاصه بعد ان قيام الاداره السابقه لإكرام بسحب القوات الامريكيه من سوريا، وبالتالي هذا احدث فراغ واثر على المصالح الامريكيه الاستراتيجيه في المنطقه العربيه. ولا شك ان هناك مصالح عديده تتوخاها الولايات المتحده الامريكيه في حال عودتها مرة أخرى وبقوة إلى الملف السوري بالذات، والذي تشعر أنه من خلاله أنه ابتعاد عن هذا الملف أثر على سمعة الولايات المتحدة الأمريكية وأثر على دورها في المنطقة. وبالتالي يعني حقيقة عندما نستعرض الشخصيات التي تم تعيينها في إدارة بايدن في المرحلة المقبلة، نجد وزير نائبة الرئيس بداية ووزير الدفاع، وزير الخارجية، مستشار الأمن القومي. هذه الإدارات كلها لها علاقات مباشرة سابقة بالملف السوري، وخدمت كمبعوثين بعض منهم ومشاركين بشكل فعلي فيما يتعلق بالملف السوري في إدارات أوباما ومن ثم ترامب. يعني كيف ستدفع الإدارة الأمريكية نحو حل سياسي برأيك؟ يعني غير ورقة الضغط الاقتصادي وعقوبات قيصر؟ نعم، لا أقصد أنه يعني هذه الإدارات كلها سوف تقوم بالضغط وتحاول أن تبين للرئيس بايدن أنه الملف السوري يجب إنهاء هذا الملف، لأنه عدم إنهاء هذا الملف سوف يؤدي إلى أن تصبح سوريا حقيقة بيئة خصبة من جديد للجماعات الإرهابية، إضافة إلى مزيد من النازحين واللاجئين، وبالتالي مزيد من المعاناة للشعب السوري. إضافة إلى ذلك أن دول الجوار سوف تتأثر بموجات المهاجرين واللاجئين، وسوف يعني تكلف الدول المجاورة والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية مزيد من المساعدات والمعونات لهؤلاء اللاجئين. بالإضافة لأهم نقطة أنه أن هناك تخوف أن يعود النزاع المسلح بين أطراف النزاع داخل سوريا، وبالتالي هذا سيؤثر على الاستقرار في المنطقة والعالم. وبالتالي الإدارة الأمريكية الجديدة في ظل المستشارين والمسؤولين الذين تم تعيينهم، أعتقد أنهم مدركين لأهمية الوضع في سوريا وضرورة أن يتم إنهاء هذا الملف، ومن خلال تدخل مباشر لهذا. يعني هناك تسريبات تتحدث عن اتصالات سرية بين دمشق وواشنطن، هل من الممكن أن تتخلى الحكومة السورية عن روسيا في حال تقربت من الولايات المتحدة؟ لا أعتقد ذلك، لأن هناك سيكون تفاهمات. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدرك المصالح الروسية والإيرانية وحتى التركية في سوريا، وبالتالي لا أعتقد أنه سوريا سوف تتخلى أو تبتعد بشكل كبير جدا عن الدعم الروسي أو التحالف مع روسيا، لأنه حقيقة المرحلة السابقة أثبتت أنه روسيا هي داعم قوي ورئيسي ويوثق فيه في الدعم والمناصرة بالنسبة لسوريا. وبالتالي سوف تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيد ترتيب أوراقها مرة أخرى في سوريا، ولكن من خلال تفاهمات مع روسيا وإيران بذات المرحلة المقبلة. شكرا جزيلا لك أستاذ العلاقات الدولية بجامعة مؤتة دكتور وليد العويمر على هذه المداخلة، كنت معنا من عمان.